زين، بما أن الشيطان لم يتركني، هل الله عز وجل أخبرني؟ اسمع لروعة القرآن، اسمع ودقق. قال تعالى عن الشيطان، قال ثم لآتينهم. الشيطان يقول لله ثم لآتينهم، يعني يا رب سبحانك أنا هؤلاء العباد سآتيهم. كيف؟ قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، من أمامنا ومن خلفهم ومن ورائنا، وعن أيمانهم، اسمع ودقق، وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا لم يقل الشيطان ومن فوقهم؟ ترى والله فضل الله ديننا سهل ويسير على من أراد التيسير، وشاق على من أراد التعقيد. لا تعقد الدين، توضأ واذهب للصلاة، ولا تفكر في أي وسوسة دخلت عليك. نعود للآية، قال تعالى ثم لآتينهم. الشيطان ها يقول يا رب لله، ليس لي ولا لك، يقول لمن خلقنا. ثم لآتينهم من بين أيديهم، من الأمام ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا لم يقل فوقهم، من فوقهم؟ لماذا؟ لأن الله هو فوقك، فقط حتى ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فلا معنى الآية، الله يقول لي، والله يصيب القشعريرة، الله يقول لي ولك يا عبدي الشيطان لا يستطيع أن يحول بيني وبينك. لهذا لم يقل الشيطان من فوقهم، لأن الشيطان يعلم متى ما رفعت يديك إلى الله، الله عز وجل أنقذك من الشيطان سبحانه وتعالى. وأنت تعين الشيطان، ترى أنت لما تسترسل بالوسوسة هذه أنت تعين الشيطان، لا تعطيه المجال أبدا. لهذا الله عز وجل شأنه أراد أن يخبرك، اطمئن، أراد الله عز وجل أن يخبرك، يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله يطمئنك أنت، لكن بشرطين. قال تعالى إنه ليس له سلطان، يعني ما له قوة ولا جبروت على من؟ على الذين آمنوا. أنت مؤمن، لله الحمد، وأنا مؤمن، ومن يسمعني مؤمن، لكن لا، يوجد شرط آخر، وعلى ربهم يتوكلون. لما تأتي للوضوء بسم الله توضأ، انتهي، جاء الشيطان، أنت ما توضأت، ما يخصك، بيني وبين ربي، استريح واذهب للصلاة، ما عليك، أنت ما غسلت قدمك، الحمام نجس، جاءت عليك نقطة من الزاوية في الحمام ماء حين ارتدت، حينما أنت ألقيت نعال أو حذاء الحمام على الزاوية فارتدت النقطة عليك، ما يخصك. ديننا سهل، لا تعقد الدين. عمر بن الخطاب يوم من الأيام كان يمشي مع صاحبه، فجاء ماء عليهم من فوق سطح منزل، فقال صاحب عمر أنت يا صاحب الماء، ماءك طاهر أم نجس؟ يسأل عمر بن الخطاب يمشي في المدينة، فجاء عليه ماء، فقال صاحب عمر أنت يا صاحب الماء، ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر يا صاحب الماء لا تجبنا. الله عز وجل لا يسألك عن مصدر الشيء ومن أين، لا لا لا، لا تعقد دينك. لهذا الله عز وجل شأنه قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله ماذا قال؟ إنه لكم عدو مبين. قال خطوات، يعني الشيطان في المرة الأولى عادي أمرك، أول مرة ها أنت ما لم تسوي ويسكت. نفس الشيطان طويل، يعني هو وظيفته أن يوسوس، فربما ما بين خطوة وخطوة سنة ما عنده مشكلة. نفس الشيطان طويل، ما يتعجل. لهذا الله عز وجل يقول ولا تتبع خطوات الشيطان. ما يأتيك أن تفعل توضأ، أنت تعلم أن هذه خطة، لكن حتى يعلمك الله أن الشيطان يمشي خطوة ويستريح، فإذا رسخت هذه الخطوة في قلبك يأتي للخطوة الثانية، يأتي للثالثة. لهذا أنا نصيحتي للجميع دائما لا تسترسل بأي وسوسة تدخل عليك، سواء كانت عقائدية أم في العبادة. لا فعلا نحن نعاني الآن، أنا أتكلم بصراحة عبر الهواء، نحن نعاني. الملاحدة، العقلانيون الذين لا عقل لهم أنا أسميهم، خرجوا لنا يشككون وينطعون بالدين. الفرق الضالة التي خرجت لنا، من يشكك بدينك، من يشكك في الصحابة، من يشكك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعاني. فلا تجعل معاناة أخرى تبدأ من نفسك. الله عز وجل يحب من استقام إليه. لهذا الرازي رحمه الله كتب وكتب وكتب كتب، ثم قال اللهم إني أسألك أن أموت ميتة عجائز نيسابور. انظر لجدتي وجدتك، تجد ما عندهم وسواس، ولا تدخل تتوضأ وتخرج وتصلي. هذا الذي يريده الله، أن تأخذ الدين بسلاسة، لا تعقد. الدين لم يأتي للتعقيد قط،
أبدا، بل جاء الدين ليرفع العقدة، ليرفع التعقيد، ليرفع المشقة، جاء الدين ليضع عنا الأغلال، جاء الدين ليرحمنا، جاء الدين لينقذنا من النار. ثم بعض الناس أنت تستخدم الدين عقدة نفسية، تصبح أنت مريض نفسي بسبب الدين. لا أعقل أنا ولا أتصور في يوم من الأيام أن يصاب رجل بمرض نفسي بسبب الدين، مستحيل، لأن الدين جاء ليريح النفوس. قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. ما هي تزكية النفوس؟ عن طريق الدين. فهل من الدين أن تعد الوضوء 420 مرة؟ هل من الدين أن تقرأ الفاتحة 725 مرة غير الزيادة؟ هل من الدين أن سجود سهو تلو سهو تلو سهو؟ هذا ليس من الدين. دينك أن إذا قلت الله أكبر انتفى العالم الدنيوي من ذهنك، انتفى العالم الدنيوي، لأنك أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت يجب أن تخشع، لهذا الشيطان يريد أن يظفر بهذه. لماذا يوسوس لك بالوسواس حتى تأتي للصلاة؟ يا رب الله، الله أكبر، السلام عليكم، السلام عليكم، الحمد لله خلصنا صلاة. هذا الشيطان الذي يريده أن لا تخشع في صلاتك. يذكر أهل العلم رحمهم الله قصة أن رجل كان عنده وسواس، يعني يشعر أنه تبول على نفسه. انظر إلى أين وصلت الوسوسة. بعض أهل العلم ذكر في التاريخ أن رجل كان يعاني من وسوسة يظن أنه بال على نفسه، يعني يذهب للخلاء يعود يشعر أنه ماء، أنه قد نزل منه ماء، يشعر لدرجة قال أهل العلم، ذكرها العلماء، أنه أصبح يضع قطن في إحليله. قطن، انظر لأين وصلت الوسوسة، قطن. لا يريد الله هذا. الله عز وجل شأنه ما جعل شيء تراه عقدة إلا وتجد في الدين حل العقدة سبحانه وتعالى.